السلام عليكم اذا اول مره تشوفنا اشترك بالقناة القناه وفعل الجرس وايضا خليك نهايه الفيديو سويت لك مفاجاه كلش راح تحبها خلينا نبلش بالفيديو انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي اخبار وايضا مقاطع فيديو تبين هجوم سطو مسلح على محل مجوهرات ادم اللي صاير بالمنصور وحقيقه هواي شفنا مقاطع فيديو حتى تسجيل كاميرات اللي نزله ادم وايد نشوف ناس ايضا بالتعليقات كتبوا وقالوا انت ليش كبرت الموضوع وليش سويت هي مجرد عركه ناس تعاركت وياك لا هجوم مسلح ولا بطيخ ولا حتى سلابه وهذا اللي ايضا نشر فيديو اللي هو وهو متعرض يعني ضاربينه سكينه ودم نشوف لكن اللقطات ما اقدر اطلعها باليوتيوب لان تعرفون شويه سياسات اليوتيوب ايضا من ضمن الاخبار اللي انتشرت على اساس انه ماخذين او خامطين من عنده ذهب بقيمه 500 مليون دينار عراقي هاي المعلومه ايضا نشرها كذا بيج لكن هو بنفس الوقت يقول تم السيطره على الوضع وايضا خبر السطو المسلح على المجوهرات ادم مثل ما قلت لكم على اساس انه انباء اصابته اصابه بليغه تعرض لها وبعد ما نشر هذا الفيديو لكن بعدين نشر قال تم السيطرة على الوضع على اساس لزم المهاجمين ومثل ما قلت لكم التعليقات يعني هواي ناس ايجابية بالاضافة الى هواي ايضا تعليقات سلبية من عندهم اللي قالوا اه هو يريد يطش ونزل ومن عندهم اللي شمت ومن عندهم اللي قال الحمد لله على السلامة ذولا كلام الناس انت بالتعليقات شنو راح تكتب هل تعرف هذا صاحب المحل واللي سواه صحيح ام كلاوات سويت دعم لاصحاب القناه الضعيفه، اذا كانت قناتك ضعيفه وتصعدها لاعلى المشاهدات وتحقق ألف مشترك و4000 ساعه مشاهده وممكن تحقق الربح، كل هاي المعلومات وكل هاي التفاصيل اشرح لك اياها وعلمك اياها واسوي لك دعم، التفاصيل كل السهله ما علي غير تراسلني على حسابي بالانستغرام اللي موجود بالتعليق المثبت وهناك اشرح لك كل الامور والتفاصيل اللي من خلالها قناتك تصعد وتشتر وتصير لك مصدر رزق، فراسلني حسابي موجود بالتعليق المثبت.